ذكرت صحيفة اي اوزيرفر الاوروبية ان مصر قادرة على تحقيق نجاح مفاوضات الهدنة في غزة. أضافت الصحيفة الاوروبية أن الأنذار تتجه نحو القاهرة حيث تجرى محادثات الوساطة. أينما كانت الأزمات في منطقة الشرق الأوسط تحضر مصر بدورها الفاعل والمحوري لإيجاد حلول سياسية تنهي الأزمات وتعالج القضايا استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي. وبدورها الذي لا غنى عنه للحفاظ على الامن والاستقرار اقليميا ودوليا، كانت مصر ولا تزال حاضره للدفاع عن القضيه الفلسطينيه ومنع مخططات تصفيتها بما يجبر الجميع على احترامها، لا سيما في ظل سعيها الدؤوب للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزه واتمام صفقه تبادل بين حماس واسرائيل. صحيفة إيو أوبزيرفر الأوروبية أشارت إلى أهمية الدور المصري الفاعل مؤكدة أنها الدولة الوحيدة التي يمكنها التأثير بشكل حقيقي على نجاح مفاوضات الهدنة في غزة كما شددت الصحيفة على مواصلة الاتحاد الاوروبي لتقديم كل الدعم للمحادثات الحاسمة التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل الى وقف اطلاق النار في غزة والذي تشتد الحاجة اليه، على الرغم من عدم مشاركة الاتحاد الاوروبي بشكل مباشر في المفاوضات، بما يعكسه ذلك من ثقة في القوة الدبلوماسية التي تتمتع بها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف المعنية. الصحيفة الاوروبية الصادرة من العاصمة البلجيكية اوضحت انه بينما تتفاقم الاوضاع في قطاع غزه تتجه الانظار نحو القاهره حيث تجرى محادثات الوساطه منذ اكتوبر الماضي واشارت الى زياره العديد من ممثلي الاتحاد الاوروبي لمصر مرارا وتكرارا ليس فقط للمشاركه في المحادثات والجهود الانسانيه ولكن ايضا في اطار شراكتهم الاستراتيجيه التي تم وضع اللمسات الاخيره لها في مارس الماضي بشان التعامل مع الهجره غير النظاميه وهو وجه مهم من أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين على ضفتي المتوسط بما يعكس ثقل مصر ودورها المحورية على الصعيدين الإقليمي والدولي